إن المرور بأوقات عصيبة في الخارج لا يبرر خلق مشاكل في المنزل. حتى عند وجود أزمة لا يمكن القبول بالإساءة أو العنف المنزلي. إذا كنت أو كان شخص تعرفه متأثراً بذلك، فإن المساعدة موجودة عبر الهاتف في أي وقت. للحصول على النصائح والدعم بصورة مجانية وسرية للجميع، يرجى الاتصال بـ 1-800-RESPECT. لا يمكن أبداً القبول بالإساءة أو العنف المنزلي. المساعدة موجودة هنا. صرحت بهذه الرسالة الحكومة الأسترالية كامبرا.